أمل أنكم ارتحتم جميعا، وبعد النقاشات المثيرة التي كانت خلال الأيام الـ12 الماضية، أذكركم فقط بأن هذا الاجتماع مسجل ومترجم، وأمل أنكم تستطيعون رؤية زر الترجمة في الأسفل، وأيضا هناك نص يمكن متابعته وقراءته. شكرا. البرنامج هو كالتالي، سأبدأ أنا وأنريت، سنقوم بإعطاء المقدمة، وبعدها سأقوم بملخص سريع من السكرتارية فيما يتعلق بالإحصائيات، وبعد ذلك سننتقل إليكم بالتعليق الحي، حيث يمكنكم طرح الأسئلة والتعليقات. ما الذي كان جيدا، ما الذي لم يكن جيدا، ما الذي يجب أن نحتفظ به لتكراره في السنة القادمة، وربما بعض الأفكار الجديدة التي يمكن لنا أن نطبقها في الاجتماع السنة القادمة. فنحن في عملية تحسين مستمر كما تعلمون، لذا أرجوكم أن تقولوا لنا، وأنا مهتم جدا بمعرفة ما يمكننا القيام به بشكل أفضل وتحسينه، أخذا بعين الاعتبار بالطبع العواقب التي أو العقبات التي توجد لدى الجميع. دعوني أنتقل إلى أمنح الصوت إلى أنريت، تفضل. شكرا جزيلا. أتمنى أن خلفيتي الافتراضية تعمل بشكل جيد اليوم. شكرا على الانضمام إلينا اليوم وعلى مشاركتكم في IGF. كان ذلك تحديا كبيرا، إقامة منتدى حوكمة الإنترنت، وكان عملنا دؤوبا، ومن الأولويات ذلك المنتدى أنه كان زيادة القدرات الافتراضية. وعليكم أن تخبرونا ما إذا نجحنا في ذلك أم لا. وأشكر جزيلا ماك والأمانة على تنظيم هذا المنتدى وأدائي عمل ممتاز. وقبل كل شيء أشكر جميع المنظمين والمشاركين في هذه الجلسات. لو لم تكونوا موجودين معنا لما نجحنا في ذلك. فأتطلع إلى تعليقاتكم وتفسيراتكم أو أسئلتكم، وشكرا. شكرا يا أنريت، وأؤكد كل ما ذكرته أنريت. شكرا لجميع المشاركين، شكرا لماج والجميع من ساهم من طرف الأمم المتحدة في هذا الصدد، للمترجمين والمنسقين والمدونين النقاشات. إننا نجحنا بطريقة أفضل مما كنا نتوقع، ونتطلع لرؤية النتائج والتحسن المستمر في المستقبل. فأرجو إبلاغنا كيف يمكننا إنجاز ذلك والمضي قدما إلى الأمام. قبل أن نفتح المجال للنقاش، الجلسة المفتوحة، أود إفادتكم ببعض الإحصائيات السريعة. كما تعرفون، فيما يخص المشاركة في منتدى حكماء الإنترنت، كان لدينا 19% من المشاركة الحكومية، 17% منظمات الحكومية الاي جي اوز، المجتمع المدني 9%، المجتمع الفني والقطاع الخاص 19%. نحن مبسوطون بهذه الإحصائيات. كان هناك زيادة ملحوظة في القطاع الحكومي والاي جي اوز، منظمات الحكومية الدولية، وكذلك القطاع الخاص.
هذا مقارنة بما مقارنة بأصحاب المصلحة أصحاب المصلحة الذين شاركوا في المؤتمرات السابقة. ربما كان ذلك بسبب أن ذلك كان على الإنترنت أو بأنهم سافروا، ونحن سمعنا هذه الأصوات حسب ما أعرف كان لدينا مشاركة من هذه الأصوات. إذا انتقلت هنا، العدد المشاركين المسجلين الإجمالي هو 6148. هذه الأرقام أخذناها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وربما قد تختلف هذه الأرقام. كما ترون هناك 570 من المنظمات الحكومية، و 2444 من المجتمع المدني، ومن القطاع الخاص 1132 شخصا سجلوا، كما ذكرت من القطاع الخاص أيضا. هؤلاء هم المشاركون المسجلون، ولكن أيضا تذكروا أنه كان يمكن لبعض الأشخاص المشاركة عن طريق اليوتيوب أو الاستماع عن طريق الفيسبوك. هذا هاتان القناتان كان يمكن متابعة مجريات المؤتمر دون التسجيل، فالأعداد يمكن لها أن تكون أكبر بالتالي. فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشاركين، عادة كما هو عادة أعتقد أن معظم المشاركين أتوا من عدة دول. كما ترون البرازيل كان هناك عدد كبير مشاركون منها، أكبر عدد من المشاركين في أفريقيا كان من نيجيريا ثم بولندا، وفيما يتعلق بأوروبا أيضا بريطانيا، وكذلك السنة القادمة سيكون المؤتمر منظما في بولندا. والأرقام التي هي تبدو باللون الأغمق أو المناطق التي هي باللون الأغمق على الخريطة هي أكبر مشاركة من كانت في المؤتمر. يجب أن نقوم ببعض التحسين، لأنه كما لاحظنا لم يكن لدينا أي مشاركين من أنغولا على سبيل المثال، ويجب علينا القيام ببعض البحث لمعرفة هذه المشاركة المتدنية وسبب هذه المشاركة المتدنية. دعوني أرى إن كان هناك دولة أخرى أود ذكرها. أليس حقيقة جيبوتي على سبيل المثال؟ لم يكن لدينا أي مشاركين من جيبوتي، وبالتالي ما الذي سنقوم به كسكرتاريا؟ ننظر إلى هذه الأرقام وسنرى إن كان يمكن هناك مجال لتحسين هذه الأرقام، وسنحاول في السنة القادمة أن ننظر إلى هذه الإحصائيات لمعرفة كيفية تحسين مستوى المشاركة الذي سيكون من هذه المناطق الجغرافية أو الدول. معذرة، هذه هي الدول التي وددت ذكرها. كما ترون غيانا، لايوس، كوريا الشمالية، تنزانيا لسبب ما، أيضا بعض الدول النامية. كما ترون لازلت وأعتقد أن هناك المزيد من العمل الذي يمكن القيام به لحث هؤلاء الأشخاص من هذه الدول على المشاركة، حيث أن هذه الدول لديها خدمة الإنترنت متوفرة. الإحصائيات الأخرى التي نرى 295 حدثاً، منها 235 ويبينار و60 اجتماع اعتيادي. كان لدينا 20,929 اتصال بجلسات. هذه هي الأفراد، هو عدد الأفراد الذين كانوا يشاركون في الجلسات.
بالتالي إن كان شخص ما يشارك في ثلاث جلسات على سبيل المثال في الست وسجل كثلاثة، وبالتالي فإن هذه الأرقام أيضا تستعمل من قبل بعض الأشخاص لاستعمالها في كأرقام مرجعية للاجتماعية للاجتماعات. كان لدينا أكثر من 1,000,000 دقيقة حدثت فيها الاجتماعات باستعمال جدول الأعمال الذي كان لدينا فيما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا يشاركون في نفس الجلسة. كان هناك 250 رسالة بريد إلكتروني لبناء شبكة العلاقات، وبالتالي هي على الرغم من أننا كنا متصلون بالإنترنت، فكان الأشخاص لا يزالوا يستعملون هذه الوسيلة لبناء شبكة العلاقات. وبالتالي لدينا الاي جي اف كما ذكرت استعمالها كوسيلة للاتصال ببعضهم البعض. فيما يتعلق بالأحداث الأكثر مشاركة، هذه الأرقام تعتمد فقط على زوم، لم نرى الأعداد التي وردت في يوتيوب أو قناة الأمم المتحدة أو إحصائيات فيسبوك. وبالتالي الحدث الأكثر مشاركة كان الجلسة المفتوحة العامة أو الرئيسية في المتعلقة بالمناخ، ولم نستطع، كان هناك جلستان وبالتالي لم نكن نستطيع فصلهما عن بعضهما البعض. كان لدينا هناك أيضا جلسة الإغلاق أو الختام، بالتالي هاتان الجلستان كانت الأكبر. والجلسة الثالثة التي كانت أو الحدث الثالث اللي كان أكثر مشاركة هو كان الـ IGF 2020 فيما يتعلق بالمبادرات الإقليمية. أيضا كان هناك اجتماعات الطاولة المستديرة، وهي كانت الأكثر مشاركة. وأيضا فيما يتعلق بقرية IGF هي أيضا تعتبر ذات شعبية وتحظى باهتمام من قبل الأشخاص المشاركين. أيضا فيما يتعلق بجلسة البيانات، وأخيرا الجلسة التي كانت لدينا عن السيدة مارلين كيد. بالنظر إلى إحصائيات قناة الأمم المتحدة، يمكننا رؤية عدد كبير من المشاهدات التي كانت متعلقة بالأمن بالدرجة الأساسية، 1,193 مشاهدة، وفيما بعد بالثقة 1,155 مشاهدة، وتليها جلسة الطاولة المستديرة للبرلمان ب 1,090 مشاهدة، بيانات مثيرة للاهتمام ننظر إليها. والرابعة كانت هي الجلسة الرئيسية المتعلقة بإعادة البناء الاقتصادي. هذه إحصائيات مهمة ومثيرة للاهتمام كما ترون. كذلك أيضا التحالفات الديناميكية أو دور التحالفات الديناميكية، كانت هذه الجلسات متنوعة وكان الأشخاص مهتمون بها. إذا انتقلنا، أود أن أحظى بانتباهكم فيما يتعلق بالموقع الإلكتروني لـ IGF. ومن هذا الموقع لسبب ما بعض الأشخاص لا يمكنهم العثور عليها، ولكن إذا ذهبتم إلى أسفل الصفحة ونقرتم على الرابط المتعلق قبل أن ننقل الصفحة إلى جلسة 2020 في بداية سبتمبر، إذن آسف نعم IGF 2020
لا أعلم إن كنتم تستطيعون رؤية ذلك بشكل مناسب، ولكن يمكنك الذهاب إلى موقع الإنترنت وذهابه. رجاء قوموا بذكر الرابط في المحادثة كي يمكن للجميع الذهاب وزيارة الموقع. المدخلات أو المخرجات الرئيسية الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، لدينا مسودة الملخص ومسودة المتعلقة بالطاولة المستديرة، لدينا أيضا تقرير متعلق بالمرحلة الأولى، وأيضا مخرجات وثيقة مخرجات الطاولة المستديرة البرلمانية، وأيضا بعض الرسائل، مسودات الرسائل. لدينا أيضا الإصدارات الصحفية للأمم المتحدة، وأيضا هي ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا السيد ليو، هو نائب الأمين العام. هذه الروابط إلى مواقع التواصل الاجتماعي والعمل المتعلق ما بين الجلسات. سأؤكد مرة أخرى وسنؤكد خلال السنوات القادمة أننا نقوم بالكثير من العمل في المترابط ما بين الجلسات، وربما كان هناك اجتماع لا ينبغي له أن يكون لاجتماع IGF أن يكون حدثا سنويا مرة واحدة في السنة فقط، ولكن أيضا يجب أن هناك أن يكون الكثير من العمل المتداخل ما بين الجلسات. يمكنكم العثور على تقارير متعلقة بهذا العمل، ووددت فقط أن أذكر أن وجود مجموعات عمل ماك، وكان هناك عضوان في ماج يمكن شاركوا في هذه في مجموعات عمل ماج. إحدى الأفكار الفلسفية التي هي في صلب ماج هي تحسين هذا العمل. أيضا لدينا مخرجات المشاركين، إذا هي ملخص الملاحظات المتعلقة بالاجتماعات والالتزامات الطوعية والتطوعية التي كانت لدينا، وأيضا النصوص المتعلقة ب 2020، كل شيء موجود هناك. أيضا فيديوهات يوتيوب، كان لدينا عدد كبير من زيادة في هذه الفيديوهات عن طريق قناة IGF الرسمية على اليوتيوب، حيث يمكنكم العثور على جميع الملفات، وعلى الفيسبوك أيضا يمكنكم العثور على الجلسات الرئيسية وأيضا الجلسات التي عقدت على مستوى عالي. هذه كلها أيضا متواجدة على قناة الأمم المتحدة UNTV على موقعها الرسمي. أيضا هنالك مخرجات أخرى، على سبيل المثال ما يتعلق بمنصة جنيفا للإنترنت التي المدعومة من قبل ديبلو، صندوق ديبلو فوند، وهم أيضا لديهم تقارير يومية وتحليلات وملخصات للجلسات أيضا. إذا يمكنكم زيارة موقعهم ومشاهدة هذه الأشياء، فهي مثيرة للاهتمام أيضا. كما ترون إذن كل شيء موجود هنا على الموقع الرسمي، وهذه جميع المخرجات المتناسقة دعوني أسميها. الشيء الأخير الذي أود أن أذكره هو أن هناك موعد نهائي محدد بالأول من ديسمبر، وهو الموعد النهائي لجميع تقارير هذه الجلسات وهذه السنة وما هو جديد. فقد منحنا الفرصة للمجتمع للتعليق على تقارير الجلسات وأيضا على أي مخرج من المخرجات التي عرضتها عليكم في هذا الموقع، وبالتالي أيها الأعضاء أنت مرحب بكم وبتعليقاتكم، ارسلوها على سكرتارية IGF وسنقوم بالنظر في تعليقاتكم. ونود أيضا لهذه التقارير أن تكون هي أن تعكس وجهة نظر المجتمع، وأن كان هناك إحساس بالنقص في تمثيل بعض الأشياء أو بعض الأشخاص، فدعونا نعلم بذلك.
أيضا إذا كان لديكم أي تعليقات على ما تبقى ارسلوها إلى سكرتارية IGF وسننظر إليها وسننظر بها، وأيضا سنقوم بمنح الفرصة لتحديث بعض التسجيلات أو اعتمادا على التعليقات وما تتعلق به. نأمل بأن نكون قد حصلنا على المخرجات النهائية، ستكون لدينا في نهاية شهر ديسمبر، وحينها سنبدأ بنشرها وتوزيعها في مجتمعنا وزملائنا والمجلس الأوروبي ومختلف منظمات الأمم المتحدة كاليونسكو التي هي شريكنا في هذا الحدث. أعتقد أن هذا كل ما كان لدي لقوله. دعوني فقط أسأل أندريات إن كان هناك ما تود أن تضيفه. كان هناك سؤال في الشات، كيف نقارن إحصائيات هذه السنة مع إصدارات المنتدى من السنوات السابقة؟ سؤال آخر طرح في الشات حول الروابط ما بين مبادرات الاي جي اف المحلية والإقليمية والدولية، وما إذا كانت هذه الروابط والارتباطات قوية. شكرا. كيف نقارن ما بين هذه الإحصائيات؟ من وجهة نظري، من بالنسبة نظرا للمشاركة التي سجلناها في هذه السنة، فهي المقارنة ممتازة أو جيدة فيما يخص الإحصائيات وجها للوجه، وإذا نظرنا إلى إحصائيات الزوم وأضيف إليها إحصائيات البث المباشر التلفزيون وإحصائيات الفيسبوك، نعلم ونحن واعون بأن هناك بعض الحالات التي شارك فيها الأشخاص في عبر هذه القنوات التلفزيونية أو الفيسبوك. نحن نعلم ذلك، أن هذه المشاركات قد حدثت ونحن نأخذها بعين الاعتبار، ولكن بطبيعة الحال عدد أكبر من المشاركات حدث وتم استخدام مختلف هذه القنوات، وأعتقد أن من حيث المشاركة كان هناك عدد أكبر من المشاركين من عدد أوسع من الدول هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية حيث تقابلنا بشكل مباشر. في السنوات القادمة عندما نعود إلى الإصدارات المباشرة والمنتديات، يجب عدم إهمال أيضا البث الافتراضي كما حدث في هذه السنة من أجل تعزيز المشاركة أيضا عبر الإنترنت بشكل متوازي مع اللقاءات المباشرة. فيما يخص المبادرات الوطنية والإقليمية، السؤال الثاني، فأقول أظن أن طريقة التواصل تواصلنا مع هذه المبادرات ممتازة، ولدينا مراكز التنسيق الإقليمية وهي تعمل بشكل موفق وتقوم بالتنسيقات الإقليمية والوطنية، وهي مبادرات مستقلة في المناطق، ونحن نعمل معهم. هم لا يخدموننا ولكننا نتعاون معهم. فيما يخص ملاحظاتي وما رأيته، فمدى هذا التعاون أو التعامل جيد جدا، ونتمنى تعزيزه مستقبلا. شكرا. وأضيف إلى ذلك فيما يخص محتوى الـ IGF من الإصدار الحالي، كان المحتويات مرئية وملحوظة بشكل أفضل، وبالنسبة لي ومن وجهة نظري نحن بالفعل سجلنا نقطة تحول ممتازة، هناك من يريد أن ينضم إلى حديثنا من الشات، هناك
يد رفعت من بوتاكرو وثم أمير حسين وثم فانت. ومن منكم بعد يريد الحديث أرجو رفع يده. شكرا يا أنريت على إتاحة الفرصة لي لأتحدث، وشكرا على تقديم هذه الإحصائيات الرائعة من هذه السنة. أرجو تقديم نفسك سيدتي. أنا عضو الماك، مجموعة ماك للسنة الثالثة، وأمثل دولة ألمانيا والمجتمع المدني. أتحدث أنا كذلك منسقة مشاركة في إحدى التحالفات الديناميكية، وأنا أفتخر بهذه الإحصائيات الرائعة وأيضا مشاركات على قنوات التواصل الاجتماعي. لدينا حاليا 22 تحالف ديناميكي، وكان هناك جلسة مختصة بذلك. هناك بعض التحالفات الناشئة التي قد تأسست قبل فترة موجزة، وأدعو أن أؤكد على ما سمعناه في جلسة الملخص من الاثنين الماضي، أشير إلى أن عمل التحالفات الديناميكية قائم، وقمنا بإعداد إعدادها بشكل مشترك. كان هناك مخرجات جيدة جدا للتحالفات الديناميكية، حيث أنها تعمل في عديد من المجالات. نحن اقترحنا إعداد دراسة في عمل التحالفات الديناميكية من السنوات 15 الماضية من وجهة نظر منتدى IGF Plus. فالتحالفات الديناميكية ومن يتعاون معهم لهم دور مهم، وهناك زيادة ديناميكية في عدد هذه التحالفات. فالسؤال كيف نقوم بتنميتها في مصلحة حوكمة الإنترنت، وهناك تحالفات ديناميكية تعمل في حماية البيئة، وهي من التحالفات الديناميكية الناشئة مؤخرا، شاركت في منتدى حوكمة الإنترنت للمرة الأولى في هذه السنة. فيتم دعم عمل هذه التحالفات، وشكرا على حسن إصغائكم. شكرا يوتا. بعد ذلك لدينا فنت. شكرا جزيلا، كنت أنقر على زر إلغاء أنا من جوجل ومشارك قديم في IGF. بداية أنا لدي انطباع حسن جدا فيما يتعلق باستعمال زوم، والمفاجأة الرئيسية بالنسبة لي كانت الترجمة. كنت سعيدا جدا لرؤية كيف حدث ذلك بدرجة جيدة، وما أثر إعجابي أيضا هو كيفية تنظيم هذا الحدث. كان يمكن لنا أن نراسل بعضنا البعض وأن نتحدث مع بعضنا وأن نسجل في الأحداث، وهذا عمل عظيم. وأودت أن أسأل إن كان ربما لديكم شخص لبناء هذه المنظومة التي استعملناها، وكنت أفكر إن كان هذه الآليات المختلفة متوفرة. أحييكم، أرفع القبعة لكم. الشخص الآخر
هو ما هو الدعم الذي قد تحتاجه السكرتارية وبشكل خاص ماليا من الناحية المالية ليكون لدينا هدف نسعى إليه؟ أعلم بأنه دائما هناك عدد قليل من الموظفين أقل مما هو مطلوب، وقمتم بعمل رائع جدا وناجح جدا. النقطة الأخيرة هي أنني لست متفائلا فيما يتعلق بتنظيم مثل هذه الأحداث على الإنترنت وخارج الإنترنت. بعض الأشخاص الموجودون على الإنترنت يحاولون أن يكونون مخفيين، وربما أعتقد أنه كان من الأفضل أن ننقل هذا الحدث ليكون على الإنترنت، لأنه ليس فقط لسهولة المشاركة وعدم الحاجة إلى السفر، ويؤسفني قول ذلك، لأن أن تكون في أجزاء مختلفة من العالم هو شيء دائما جيد، ولكن من الناحية العملية تنظيم هذا الحدث بهذا النجاح هو عمل عظيم تشكرون عليه. بالطبع يمكن قول لكم الآن أننا نفكر بنموذج هجين من عدة أساليب، ولكن نعم سنأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتك وهذا النوع من المشاركة. هل تودين الإجابة على فينت أيضا؟ نعم، شكرا فينت. كنت تدعم IGF وسكرتارية IGF منذ عام 2006، منذ بداية عملنا، ونحن نقدر ذلك ونثمنه. نعم، من الناحية الفنية فإن معظم العمل الذي قمنا به كان قد تم ضمن المنظمة. أود أتوجه بالشكر للويس والشخص المعني بالأمور الفنية، وأيضا أود الشكر سيرينا التي قامت بتصميم موقع. هذان الشخصان قاما بعمل رائع وعظيم فيما يتعلق بهذين الشيئين المتعلقان بالموقع. وأيضا هذا لا يعني أنني نسيت بقية الأشخاص، ولكنني أيضا أود التوجه بالشكر لبقية الأشخاص في السكرتارية للكتابة والاستشارات التي قدموها، ودانيال لأنه فريق يعمل على جميع هذه النواحي المتعلقة بالموقع. ونحن سعداء جدا للحديث أو التحدث مع أي شخص يود سؤالنا كيف قمنا بتنظيم هذا الحدث. يمكننا تنظيم محادثة زوم والتحدث عن ذلك. هذا كان مفيدا أيضا بالنسبة لنا، لأنه كان لدينا محادثة مع الفريق الفني لآيكان وإيبينك، وكان لدينا محادثة مع APR IGF، وهم قالوا لنا كيف هم قاموا بتنظيم ذلك وما الذي قد عمل بصورة حسنة، وأين ينبغي لنا أن نضع المزيد من الموارد أو أن نقلل بعض هذه الموارد في مواقع أخرى. أود أن أتوجه بالشكر لجميع الأشخاص لأننا تعلمنا من بعضنا البعض. لدينا الآن أمير حسين وثم غاو. هل تسمعوني؟ نعم نسمعك، صوتك بعيد نوعا ما، ولكن هو هذا. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. مرحبا بالجميع السيدات والسادة الحضور الكرام. قبل كل شيء أشكر منتدى حكومة الإنترنت، وأرجو تقديم نفسك يا أمير. أنا مسافر من الصوت جدا ضعيف للأسف. شكرا على المشاركة. أود الإشارة إلى شيئين مهمين. الصوت جدا ضعيف للأسف. شكرا.
أود الأشير إلى أن الإنترنت وسيلة هامة، وبفضل منتدى حوكمة الإنترنت نحن من الجانب الإيراني للأسف الصوت ضعيف جدا وغير مفهوم. وتستحيل ترجمته. للأسف الصوت سيء جدا ولا يصل بوضوح إلى المترجمين. الصوت متقطع، لا نستطيع فهم شيء من السيد المتحدث. السؤال هو ما يمكن لعائلة الأمم المتحدة كمجتمع القيام به في هذا الصدد؟ الشيء الثاني، يجب And this should we all have you. نحن يصعب فهمك ونكاد لا نفهمك. أرجو تقديم هذه التعليقات عبر قناة الشات أسفل الشاشة. مقترحاتي بأنه يجب علينا إقامة وكالة لأمان الأمان السيبراني تحت مظلة الأمم المتحدة، ونحتاج إلى تأسيس أو إنشاء منظمة لحماية الفضاء السيبراني في الإنترنت. ما لدينا معاهدة الأمم المتحدة في القانون وحماية الفضاء. شكرا. يبدو هذا كموضوعا لجلسة الأمم المتحدة، ولنطيح المجال للجميع. نحن نحصل على تغذية راجعة من الـ IGF 2020. هذا التعليق من زميلنا من إيران كان يخص محتوى الـ IGF، ونحن سنأخذ ذلك في عين الاعتبار فيما يخص الإصدار التالي لمنتدى محكمة الإنترنت، وسنعود إن شاء الله إلى هذا التعليق. هل يمكن أن أقول كلمتي الأخيرة؟ يجب وضع هذه المنظمة لحماية الأمن السيبراني في الإنترنت تحت سقف أو من مظلة الأمم المتحدة. نحن نحتاج إعلانا للأمم المتحدة خاص للفضاء السيبراني لترويج السلام
وتعزيز الأمن العام. نحتاج إلى القواعد للمساءلة وتصرفات المسؤول، نحتاج إلى القواعد والمعايير المسؤولة، وسوف نأخذ هذه الاعتبارات في تفكيرنا. وشكرا على إتاحة الفرصة، شكرا على مشاركتك، إنك كنت مشاركا فاعلا في هذه الجلسات. هذه التوصيات والتفسيرات يمكن تقديمها أيضا لمجموعة الأمم المتحدة الخاصة بذلك. ثم لدينا أرجو أن يكون تعليقك موجزا ومقتضما. اسمي فاود ناتريس، أنا منسق حكومي من هولندا. أول كلمة مني يجب أن تكون أن المشاركة في هذا الإصدار الحالي لأيجيف كان رائعة، وأشكر وأهني كل من نظم هذا اللقاء. فيما يخص تعليقات، فيما يخص أن ما النموذج الهجين للمزدوج لهذه المنتديات مستقبلاً، حاليا لدينا نقاشات جدا متحمسه او نشطه في الشات على هامش الجلسه، وهناك بعض الاخطاء، كان هناك بعض الاخطاء التي وقعنا فيها، حيث كان هناك نقاشات المحمومة في الشات والجلسات تم انهاؤها. كان هناك 10 أو 12 شخص في الجلسة خلال ساعة واحدة، وكيف يمكن سماع جميع هذه الأصوات؟ فإذا أردنا أن التواصل، أن نواصل هذا النموذج الهجين لإصدارات الاي جي اف، يجب أن نحتاج لمنسقين جانبيين أقوياء ومتمكنين من إدارة هذا النقاش وتنسيقه عبر مختلف القنوات. وإن قل عدد الناس لكان العمل أسهل. فأيضا فيما يخص الجلسات نفسها، طريقة تنظيمها يجب إعادة النظر فيها بشكل جاد. إذن الاقتراح التالي للتحسين تم ذكره، سأقوم بتكراره، ولكن كان لدينا الكثير من الجلسات المتعلقة بموضوع كوفيد والإنترنت، وبصورة عامة فإن النقاش كان يتعلق بنفس الشيء، وبالتالي إذا أردنا أن نبحث عن مخرج ملموس فإن هذا المخرج الملموس هو يجب أن يكون مركزاً، لأنه في السنة القادمة إن كان لدينا أي موضوع سيكون لدينا 10 جلسات عن نفس الموضوع، فما المخرج الذي سيكون؟ إذا كان سيتم محاذاة ذلك أو تنسيق ذلك، يجب أن يسير باتجاه المخرج. بعد ذلك ربما يمكن لكم أن تقوموا بتسريع العملية للمخرجات، وIGF يمكن لها أن تكون أن تلعب دور مسرع للحصول على المخرجات. هذا أعتقد شيء يمكن النظر إليه. جملة أخيرة، لقد ذكرتم فيما يتعلق بمؤتمر الإنترنت للحكومات، كان هناك مقالة عن إدارة الرئيس المنتخب بايدن، وإحدى الحكومات هي ربما هذا الشيء يجب مراقبته، ربما يجب لنا أن يكون هناك جلسة رئيسية فيما يتعلق بهذا النوع.
وأن يكون هذا النوع من الإدارات والمنظمات أن يتم دعوتها للمشاركة، وهذا سيجعل من IGF موجودة ويتم ملاحظتها على الصعيد العالمي. شكرا لكم، شكرا جزيلا فاوت حقيقة، وشكرا لمساهمتك. سأنتقل بسرعة الآن لأن لدينا الكثير من الأشخاص الذين يودون المشاركة. رجاء أن حافظوا على مداخلتكم لتكون أقل من دقيقة. لدينا سيفا الآن. أعتقد أن القيم الرئيسية والتحالف المتعلق بالقيم الرئيسية هو، أنا أيضا مشارك، أود أن أضيف إلى الملاحظات التي ذكرها يوتا أن التحالفات الديناميكية هي مهمة جدا وعنصر مهم جدا في IGF، ونحن نساهم في عمل IGF Plus، وسيكون من المستحسن إن كان هناك دور نظامي على جميع المراحل أو على مختلف المراحل فيما يتعلق، فيما يشمل أيضا المنتدى على المستوى العالي بمشاركة الأمين العام من حين لآخر. شكرا جزيلا، هذه ملاحظتي أو مداخلتي. شكرا جزيلا سيفا. لدينا الآن صوفيا. شكرا جزيلا أندريات، أمل أنكم تستطيعون سماعي. أنا سيفيا كارينا، أعمل لمنظمة أبنيك، وأنا من بريسبن في أستراليا. كعضو من أبنيك أود التعليق والشكر لجميع الأشخاص الذين ساهموا في هذا المؤتمر، وأهنئكم على هذا النجاح وعلى التنوع والنهج الواسع الذي اتبعتموه في هذه في هذا الاجتماع. شكرا جزيلا لكم، ومن الشرف لي، شرفني، يشرف أبنياك أن تكون في مشارك في هذا المؤتمر. أود شكر جميع الزملاء. هناك الكثير من الأشياء التي أود لفت الانتباه إليها في هذا العام، المختلف المواضيع والبيانات المتعلقة بالبيئة والثقة، وأيضا الجلسات الرئيسية المتعلقة بماغ كانت قد تم صياغتها بشكل جيد، والنقطة الرئيسية كانت هي كيفية إدارة وتنظيم هذه الأشياء خلال الجلسات وهذه الاتصالات وربطها ببعضها البعض بالمخرجات، وتم صياغة ذلك بطريقة رائعة. هناك دائما التحسين يمكن القيام به، مختلف الجلسات يمكن لها أن تكون بأشكال أخرى كما ذكرنا، أو بأشكال هجينة ربما كما ذكر. أود أن أذكر لدي ثلاث توصيات: توسيع ماك لإيجاد آليات لتقوية فيما يتعلق بالمسار البيئي، وأيضا ربطها، كان هناك مسار جديد بعدد أقل من الجلسات، ولكن هذا أيضا يتطلب وفقا للإحصائيات، وهذا يظهر الاهتمام من قبل المجتمع. وأعتقد أن IGF يجب لها أن تتابع الاستماع إلى المجتمعات فيما يتعلق بالاستشارات والتقييم لاختيار المواضيع والمسارات الموضوعية. النقطة الأخرى هي الحاجة سيكون من الضروري توسيع عدد ساعات المشاركة وتوسيع التنوع الجغرافي للمشاركات، وأيضا توسيع الترجمة، خدمات الترجمة والنصوص كما تم تنظيم هذه الجلسات في هذا العام، بقدر ما يمكن لمعالجة المعلومات وأيضا تمكين بقية المشاركين من المساهمة في هذه
وأيضا الاستفادة من الدروس المستفادة. التوصية الأخيرة لي هي أنه أعتقد أنه ينبغي علينا كمجتمع بقيادة السكرتارية أو الأمانة العامة أن يتم وضع وثيقة أو رسالة فيما يتعلق بمنصات المشاركة عن بعد، والتي تحاول أو التي لنعلمهم بما هي احتياجاتنا من الناحية الفنية والتقنية. كثير من الأشخاص قاموا بذكر التحديات التي تواجه AGF فيما يتعلق بالمشاركة، وأنا أعلم أن هناك شيء مميز فيما يتعلق بAGF أنه كيفية بناء هذه التكنولوجيا وتثبيتها، وأعتقد أن زوم وويبكس وجميع مختلف الفضاءات الأخرى الذين يعملون بها هؤلاء الأشخاص سيقومون بالاستفادة منها للفت انتباه الحكومات ولصياغة السياسات والتوصيات، وشجع الأمانة العامة للمضي قدما في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا للجميع. شكرا جزيلا يا سيلفيا، أشكرك على مساهمتك لمجموعة ماج، وكان ذلك شيئا رائعا. أما الآن فلدينا فاليريا بيتنكور، تفضلي. شكرا جزيلا للجميع، أتمنى أنكم تسمعون صوتي. اسمحوا لي أن أبدأ من القول أنني أهنئ من ساهم في إقامة منتدى حوكمة الإنترنت هذه السنة بشكل موفق، والأمانة العامة والجميع، وأنت أنريت على دورك القائد في ذلك، فأهنئك أهنئكم جميعا على ذلك. بشكل خاص هذه وهذه السنة قام منتدى الIGF بإثبات دوره الرائد في لفت الانتباه إلى بعض المسائل الجوهرية، وتحدثنا عن كيفية اتخاذ مختلف المبادرات، ونحن أصبحت مساهمتنا أكثر من أي وقت مضى، وسوف نقوم بدعم دور الIGF مستقبلا كنظام لتعزيز أو كتعزيز المنصة للعمل بالإنترنت، وذلك تعزيزا للمشاركة العالمية خاصة في هذا العصر المتطلب. فيما يخص التوصيات، هي قبل كل شيء تعزيز المسار البيئي، ونحن شعرنا حماس هذه النقاشات في المسار البيئي، ونحن ننادي مجموعة ماج لمواصلة أعماله على هذا المسار في السنوات القادمة، ومن المشجع أن نشهد إنشاء مبادرات ناشئة وجديدة في هذا الصدد، وخلق منصة الممارسات الجيدة في هذا الصدد. وأيضا ملاحظتي، يجب أن أقول أو أعلق على مدى أهمية رؤية نحو الأمام وتنسيق ذلك مع أمانة الأمم المتحدة. نعتبر ذلك خطوة هامة، زيادة مدى التنسيق ومعالجة المسائل الرقمية، وتعزيز دور حوكمة الإنترنت من خلال الIGF في هذا النظام. وكما أظن أن النقاشات كان بعضها تفصيليا، وهناك خبراء في الأمور الأمنية والخبراء في حقوق الإنسان تحدثوا إلينا في
وسط الجائحة في المسائل الرقمية وحول الوسائل والأدوات التي يمكن الاستفادة منها لمعالجة هذه الهموم، ونحن نتطلع لرؤية المزيد من والسماع المزيد من الأصوات في هذا الصدد. هذا ما أتمنى رؤيته من حيث دور الـ IGF مستقبلاً لإتاحة المزيد من المجال في هذا الصدد. وفي الختام نحن سنقوم بتجهيز التغذية الراجعة وتوصياتنا للمستقبل، ما يجب تحسينه والعمل عليه، ونحن نتحمس لرؤية الـ IGF الإصدار القادم مع أصحاب المصلحة الجامعيين ليعملوا معنا على معالجة مختلف المسائل، ليس فقط الجائحة ولكن أيضا المجالات الأخرى الرقمية. وشكرا يا نجد. بعد ذلك لدينا مايكل نيلسون، رجاء للجميع حاولوا أن تختصروا ما تودون قوله. أنا مايك نيلسون، شاركت في المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات، وبعد ذلك ومنذ لحظتها كنت مساهما في IGF. من يعلمني ويعرفوني كنت مع ماك قبل 6 سنوات، وكنت مع مايكروسوفت، ويمكن لكم أن تعلموا بأنني سريعا 5 ثواني لكل مقترح. أفضل بداية، أفضل مؤتمر IGF، لأنه كان تم تنظيمه عن بعد، كان هناك تمثيل متوازن. الشيء الوحيد الذي لم يحدث أنه لم يكن لكم دائما الحصول على أفضل أشخاص، وهذا فيما يتعلق بجلسات النقاش. آنيا شينغتون دائما الجميع فيما المشاركات، كان لدينا جلسات عصف ذهني رائعة ساعدتنا في مجالات متنوعة. مشاكل الفنية في جلسة الافتتاح كان يمكن لكم العمل على تحسين ذلك. هذا أهم شيء، يجب أن يكون لديكم هناك منتديات أكثر. كان الكثير من الأشخاص لم يكونوا خبراء في مجال الإنترنت، وبالتالي كان هناك أفكار جديدة لم يكونوا يعلموا بها، وبالتالي يجب لكم بطريقة ما أن تقوموا بمعرفة ما ينبغي القيام به لاحقاً أو تالياً. الأشخاص الذين أيضاً يستمتعون بالمحادثات الجانبية، كان معظم الأشخاص يستعملون زوم على الصعيد الواسع، وبالتالي لم يكن لإجراء المحادثات مع أشخاص كما يمكن لي في هذه الجلسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك إمكانية التواصل في الوقت الحي. ربما أيضا تقييم يلب لبعض الجلسات، هذا سيكون بالتالي إذا كنت سأرى تقييمات مختلف الجلسات سيمكن لي معرفة ما هي الجلسة التي أود المشاركة بها أو الاستماع إليها، ولا يمكن لكم القيام بذلك، ولكن هذه وسيلة لتمييز أي جلسات سيكون جيدا وأي سيئا. الجدول الأعمال كان صعبا نوعا ما، لم يكن عمليا، كان يتطلب القيام بخطوتين أو 3 إضافية للذهاب لها. يجب أن يكون هناك روابط إلى يوتيوب، وبالتالي يمكن النقر على الرابط ومشاهدته عند معرفة من يكون مشارك به. أعتقد أنه فيما يتعلق ب أيضا يمكن لنا تكرار الجلسات ربما بفواصل ساعتين لتجاوز الفواصل الزمنية ما بين المناطق الجغرافية. أيضا مشكلة عالمية أخرى، هناك الكثير من الجلسات التي ليس لها علاقة لا بالإنترنت ولا بالحوكمة، ويجب لنا أن نراقبها، لأنه
بالتالي يمكن لنا القيام بعدد من الجلسات ذات الجودة السيئة جدا. النقطة الأخيرة وهي أوافق بها هوت، يجب أن يكون هناك المزيد من الوقت للأسئلة والأجوبة. بعد انتهاء الجلسة ننتقل مباشرة للأسئلة والأجوبة والمزيد من تغطية الصحفية، لأن الصحفيين يحبون الأسئلة والأجوبة. دعونا الآن نتحدث عن الجلسات الهجينة، 10 أيام ربما من الجلسات الافتراضية في الإنترنت، وبعدها جلسات تكون في الواقع الحي. بالتالي هناك ليس داعي لإنفاق المزيد من الأموال على الفنادق وسيارات الأجرة، لا هناك ليس هناك داعي لملء غرف الفنادق. دعونا نجعله مختصرا لمدة يومين، ربما بعد أن يكونوا قد استمعوا لمدة 10 أيام لجلسات في الإنترنت. لا تقولوا جلسات هجينة، دعونا ربما نقوم بها بهذا الشخص. هذا كل ما وددت ذكره في دقيقتين. شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا مايكل. قبل أن ننتقل للشخص التالي، أود التعليق بأن بعض الأشخاص الذين يتحدثون في المحادثات يقولون بأنه مدخلاتهم لم تنوجد في التقارير. تذكروا ما سيحدث هو أن هناك جلسات، منظمة جلسة سيقوم بصياغة تقرير، وبناء على تقرير الجلسة ستقوم الأمانة العامة بصياغة الوثائق النهائية والمستندات النهائية، وهذا هي طريقة جديدة لصياغة هذه الأحاديث. وبالتالي سنمنح الأشخاص المشاركة بالتعليقات، وبالتالي إذا مشاركاتكم لم تكن موجودة في تقارير الجلسات، هذه هي الفرصة التي نمنحكم إياها للقيام بالتعليق عليها حتى الأول من ديسمبر. وددت ذكر ذلك لأني قرأته في المحادثات. لم أعرف التالي هو إليزابيث. هي إليزابيث، تفضلي إليزابيث، الصوت لك. شكرا. كنت أود فقط أن ألغي، أنا أود مع مجتمع المعلومات الألماني في العام الماضي قمنا بتنظيم منتدى الشباب، في هذا العام أيضا الاستدامة، فيما يتعلق بالاستدامة. رأيت أحد التعليقات فيما يتعلق بمشاركة الشباب، اعتقدت بأن خلفيتي ستكون مناسبة، والتعليق بشكل مختصر على بعض الأشياء التي تم ذكرها. في هذا العام رأينا مشاركة الشباب في المناقشات على المستوى العالي ومعظم الجلسات ورشات العمل مقارنة بما تم قيام به في السنوات السابقة، قد تم تحقيقه الآن. أيضا هذا النوع من المشاركة الذي تم تنويه إليه من قبل IGF في هذا العام، سيتم أيضا تنويه إليه في العام القادم في بولندا عند استضافة المؤتمر، وأيضا بعد انتهاء مؤتمر العام القادم يجب أن نستمر بالقيام بذلك. أيضا فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية في المستقبل، بعض التغذية الراجعة التي وردتني من الشباب أنه قد وجد هناك تحديا كبيرا فيما يتعلق بشكل المشاركة، وكما نعلم جميعا ف الجلسات الافتراضية يصعب من مشاركة الشباب فيها، خاصة إذا لم يكونوا معتادون على هذا النوع من المشاركة. ولكن بالطبع من الناحية اللوجستية كانت المشاركة أسهل، وطبعا لأشخاص يوجدون في مناطق نائية يصعب عليهم السفر للمشاركة، كان يسهل عليهم في هذا العام. يجب علينا أن نعيد التفكير في مختلف أنواع المشاركات. وأيضا أعتقد أنه الأشخاص الذين تحدثوا قبلي قاموا بالتنويه إلى ذلك، أيضا أعتقد أنه يمكن البناء على الدروس المستفادة في هذا العام من أجل المضي قدما وتحسين العمل في العام القادم. لدي سؤال أتمنى أنه لم تجيب عليه، لأنني أنظر إلى المحادثات. المحادثات أداة قوية جدا، ولكنها قد تلفت الانتباه بطريقة خاطئة.
ماذا تقصدين بقيام جلسات الشباب بالتوازي مع هذه الجوائز؟ عندما كان لدينا في الأسبوع القادم الماضي عفواً جلس بعض الشباب قالوا بأنهم لا يفضلون الاختيار ما بين اليوتراك ومنتدى IGF، ما هو رأيك بذلك؟ نعم، من خبرتي دائما من المستحسن أن يتم تنسيق الجلسات بشكل متوازي، وهذا مشجع وهذا من بناء القدرات بشكل مسبق، ولكن من الصعب بالفعل. فأقول أنه بشكل الأمثل يجب إشراك الشباب في بداية أو انطلاق الجلسات العامة، ويجب تأمين مشاركاتهم. شكرا. نحن نعلم أن آنيا سوف تعمل مع هذه المخرجات. ثم لدينا مايكل أوجيا، فليتفضل. مرحبا، شكرا يا أنريت، شكرا على إتاحة الفرصة. اسمي مايكل أوكيا، أنا أعمل في مؤسسة تنمية وسائل الإعلام، وأنا جزء من التحالف الديناميكي في مجتمع وسائل الإعلام، وأيضا أنا جزء في التحالف الديناميكي لحقوق الإنسان. وما يجب لفت الانتباه إليه، شكرا على كل المساهمات في تنظيم هذا المنتدى. بالنسبة لي شخصيا، أنا كنت دائما أرغب على الاستدامة في سياق البيئة، وتم تحقيق هذا الهدف، وهذا شيء مشجع ومقدر وخبرة وتجربة ممتازة بالنسبة لي. وشكرا على لكل من هذا المجتمع من دعم هذا الموقف الناجح، فهذا الشيء يشجعنا للمستقبل للعمل على ذلك. ومن الأشخاص الأفضل في المنتدى هي المشاركة والتواصل مع الأشخاص الذين المتحدثين والمتحاورين في هذه الجلسات التي قمت بتنسيقها. تشيلين كانت أيضا رائعة، وهذه كانت فرصة ممتازة، وإن المنتدى لم يكن بمثابة التجربة، ولكن يجب نعمل المقارنة ما بين الإصدار الأخير والجديد مستقبلاً. إذا قررنا بأن نتحول إلى هذا النموذج الهجين أو أم لا، فهذه هذا الإصدار لهذه السنة كان تجربة مرهقة أيضاً بالنسبة لي، وتعبت كثيراً. أنا في أوروبا فكان الأمر أسهل لي، ولكن هناك أيضا جداول زمنية ومختلف الارتباطات كانت على رأسي خلال الأسبوعين من المنتدى. فأنا أوافق من ذكر موضوع الويبينر، هناك من شارك في هذه الويبينارات وكانت النقاش مثير اهتمام. كانت الكثير من الجلسات كانت تحدث في نفس الوقت بشكل متزامن، وأنا أفهم أنه قد نتج عن بعض المشاكل، وكان من المستحسن لو كانت بعض المجالات مفصولة عن بعضها البعض ولا تتم في نفس
وقت، ولكن هناك مناطق زمنية مختلفة في العالم، فأبدا قد لا يكون هناك حل مثالي، ولكن يمكن العمل على تحسين هذا الوقت مستقبلا. وأيضا بشكل عام ملاحظاتي، أريد أشجعنا جميعا أن نعتبر الجلسات الأونلاين والمباشرة بشكل بنفس الطريقة. أنا لا أنتقد الماج، وأظن كنت أشجعكم حقيقة لعدم تكرار ذلك، وإذا فعلنا شيء عبر الإنترنت على ذلك، وأعتقد أن هذا فكرة جيدة. يجب أن نتذكر أن الجلسة التي تستمر لعدة 10 دقائق ليست الوسيلة المناسبة. أعتقد المشاركة النوعية هي جيدة، لأن الكمية ليست فكرة جيدة، ليس فقط فيما يتعلق بحدث IGF، ولكن معظم الأحداث التي حدثت في هذا العام، أن هناك الكثير من الأعمال الذي يتم القيام به ولكن لا تحصل على النتائج أو التجربة التي تكون ليس جيدة. وأيضا فيما يتعلق بما قاله سيد مايكل نيلسون، لا يجب أن نصرف الأموال على الفنادق والتكاسي، ولكن في ذات الوقت أن جزء من العنصر الاجتماعي للإنسان هو جزء من هذه الحادث، وهو أيضا أشجعكم على أخذ ذلك بعين الاعتبار عند المضي قدوما. وشكرا لاستماعكم. شكرا مايكل، نعم هذا كله كان ثمينا. لم ننظم جلسات بناء الشبكات العلاقات، ولكن أعتقد أن هذا هو السبب الذي شارك فيه الكثير من الأشخاص. هذا هو شكل الويبينار، كان صعبا جدا لأنه لم يكن إنسانيا، بمعنى أنك تبذل الجهد لمشاركة الأشخاص في هذه الجلسات، ولا يمكن للأشخاص حتى رؤية أنك موجود في هذه الجلسة. وبالتالي أعتقد أنه بالفعل يجب علينا تغيير هذا الشكل من أشكال المشاركة، لأن المجهود الذي يبذل للأشخاص موجود. فيما يتعلق بالبيانات وجلسات التقييم وجلسات ما بعد التقييم، جميع البيانات التي يمكن استعمالها في التخطيط ويمكن تقديمها للمنظمات، أنا أتحدث الكثير. بعد ذلك لدينا الآن الكثير، هناك الكثير ما يحدث في المحادثة. أعتقد أنها استمية. الصوت لك يا أستمية، شكرا جزيلا أنريات. كنت أبحث عن زر إلغاء الصمت. أنا من مجتمع الأعمال، وأنا أيضا أدير مبادرة الإنترنت عمليا. أنريات شكرا جزيلا لك بداية لقيادتك، وأيضا شكري للسكرتارية، كثير من الشكر لأعضاء ماج، الكثير من التحديات السياسية والعائلية التي واجهتنا في هذا العام، رغم ذلك قمتم بعمل مذهل. لدي 4 نقاط أود ذكرها، وسأحاول أن أكون مختصرة، ليس هناك الكثير من الوقت. بداية فيما يتعلق بالمشاركة، يمكننا حسب الأرقام التي عرضت علينا أن كان هناك عدد قليل من التسجيلات، ومعظم هذه الأرقام تغطي شريحة واسعة من المشاركين، ولا أعتقد أن ذلك يتعلق فقط بالتنوع الجغرافي، ولكن أيضا التنوع المتنوع بالقطاعات الاقتصادية والفعاليات المتعلقة بالمنظمات الدولية التي ساهمت في الأسابيع السابقة. أعتقد أنه هذا يظهر الجانب القوي لـ IGF، والتي يجب عليها متابعة البناء على هذا العمل.
خلال العام. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمخرجات والتواصل، أيضا كان ما أثار إعجابي هو مستوى التقارير التي صدرت من السكرتارية وكيفية إخراج المخرجات وأيضا الترويج لهذه المخرجات وأيضا كيفية التواصل مع مختلف المنظمات التي تم التركيز عليها في هذا العام. أأمل بأن هذه المخرجات الثمينة ستستعمل في كوسيلة للتواصل خلال العام من قبل IGF أيضا لإنشاء نوع من نقطة القوة فيما يتعلق بالتواصل، وسائل التواصل الاجتماعي. هذا فيما يتعلق بالجانب الفني، أود أن أؤكد مرة أخرى على المجهود الذي بذل، أود أن أؤكد هنا مرة أخرى على ما كان جيدا أو تم تنظيمه بشكل جيد هو الجلسات الحية على اليوتيوب والتسجيلات التي تمت وأيضا محاضر هذه الجلسات فيما بعد والتي كان يمكن رؤيتها ورؤية ما يثير الاهتمام بها بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. أيضا فيما يتعلق بالأشخاص الأخرى للمشاركة التي تراها IGF السنة القادمة، أيضا المتحدث مايكل قبلي، أود أيضا تأكيد بأنه من ناحية تجربة المستخدمين فيما يتعلق بالتسجيل والفرص المتاحة لإنشاء بناء الشبكات يجب أن تكون مهمة. فيما يتعلق أيضا بمحتوى الجلسات، أود من ناحية التأكيد على جدول الأعمال ومتابعة بنية متعلقة بالجلسات على المستوى العام، تم تنظيمها بشكل جيد وأعتقد أنه يجب علينا المضي قدما في هذا الشكل. ومن ناحية أخرى ما قامت الجلسات بإثارة الانتباه إليه وأعتقد أن السكرتار يجب أن تنتبه إليه هو أن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وأن تكون جلسات مفتوحة وشاملة. وأهم رسالة هنا أننا قد خرجنا من فقاعة منظمة IGF وخرجنا إلى المجتمع الأعمال ومختلف المجتمعات الأخرى، وهذه الرسالة التي وصلتنا. وأعتقد أن هنا يجب الثناء على عمل IGF في السنوات 15 السابقة، وأننا نحتاج إلى مزيد من الفضاء للمشاركة المفتوحة. أود مرة أخرى أن ننوه إلى ذلك، وشكرا لكم جزيلا على العمل الرائع الذي قمتم به. كان صوتي مكتوم، شكرا يا أون. الآن يوحان وثم برونا. كذلك أشكرك على عملك الشاق على مجموعة الماك باعتبارك العضو فيها. شكرا. اسمي يوهان ميهلز وعمل في شركة كاسبرسكي، وهي شركة الأمان الافتراضي، وكنا نشارك في الحدث. كان ذلك تجربة عظيمة علينا وهنئكم على ذلك. أنا مقيم في ألمانيا، وكان نسبة التمثيل في الجلسات كان ممتازا من مختلف أنواع أو مجالات وأصحاب المصلحة المختلفين. وفي هذه السنة كان IGF متنوعا، وكان هناك عدة أشكال المشاركة المتاحة والمتوفرة، وذلك لذلك نشكر الأمانة IGF على ذلك. كان هناك مسارات مواضيعية مختلفة ومترابطة فيما بينها البعض، ما بين المسارات المواضيعية. ومن وجهة نظرنا وكما ذكر مايكل نيلسون وأيضا سمية في كلامها المختصر، من أهمية المكان، وهذا وجهة نظرنا مستقبلا
أن نشهد حدثا هجينا أو مزدوجا، ويجب أن نضع الأشخاص في مركز أو وسط الـ IGF. اهتمامات الناس تختلف، بعضهم متحمسون للمشاركة بشكل أونلاين عبر الإنترنت، بعضهم بشكل مباشر. لذلك مقترح مايكل لإقامة المنتدى بشكل هجين ممتاز جدا. وثانيا يجب أن نسهل هذه طريقة إقامة هذه الجلسات أوفلاين وأوفلاين. نحن نفكر بأنه يجب تعزيز وتسهيل عملية التسجيل والوصول إلى موقع الـ IGF الإلكتروني، وفي شهر يناير القادم سيتم إنهاء العمل على إصدار جديد لهذا الموقع. وكانت جلسات الماك مفتوحة للمشاركين الجدد، وكان التواصل ممتازا، وبالفعل كان ذلك نهجا متضمنا لجميع أصحاب المصلحة. شكرا. والآن لورا أوبراين، أعطيك المجال لأنك ستغادرين قريبا. شكرا يا أنت. اسمي لورا براين، أنا مستشارة الأمم المتحدة وأتحدث باسم Access Now و Governance Caucus. كما تم التنويه إلى ذلك، نحن في لحظة يعتمد فيها المزيد من الأشخاص على التكنولوجيا، وهناك الكثير من أيضا التجسس الإلكتروني والمراقبة في الإنترنت. كان هناك الكثير الذي كان يمكن لنا رؤيته، ما الذي يمكن للمختلف المنصات القيام به. IGF يمكن لها العمل على مشاركة مختلف أصحاب المصلحة خلال الجلسات، وما كان مفيدا كان الرسالة لخارطة الطريق التي تم اقتراحها، وأيضا مختلف التوصيات التي وردت في هذه الوثيقة، وبعد ذلك في فضاء البيئي أيضا قمنا بتطوير مدخل لجلسة خارطة الطريق المتعلق بالتعاون الرقمي ودور IGF. لم يكن لدينا الوقت لسوء الحظ لتقديمها في هذه الجلسة، ولكن سنقوم بنشر ذلك. 5 نقاط سريعة وذكرها هنا. أولا، تسريع التعاون الرقمي وإنشاء المزيد من المساهمة المتماسكة للمشاركين في IGF. قصص النجاح التي تم تحقيقها خلال السنة لم يتم ذكرها، وكذلك نطالب بأن تقوم الأمانة العامة IGF لعدم تداخل الجلسات القادمة من منتديات IGF، لأن تقوم بالتقاطع أو تغطية أو أن تتكرر فيما يتعلق بالتعاون الرقمي. النقطة الثانية هي أيضا تأكيد أن جميع أصحاب المصلحة يعملون مع بعضهم البعض لتحسين الممارسة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتقييم الأثر قبل إنهاء برنامج IGF، لضمان أن يقوم المجتمع المدني، أن مختلف الدول تقوم باحترام حرية التعبير والتجمع، أيضا فيما يتعلق بالالتزامات التطوعية لIGF. جميع أصحاب المصلحة مدعوون لاستخدام هذا التعاون الرقمي. رابعاً، فيما يتعلق بالتعاون، أن تكون هناك أدوار واضحة فيما يتعلق بنموذج IGF الجديد، أيضاً فيما يتعلق بمنظومة التواصل،
وقصص النجاح، وأخيرا وليس آخرا فيما يتعلق بالتوازن الجنسي، أي المساواة ما بين الجنسين. هناك لا يزال المزيد من العمل القيام به لتمكين المرأة من المشاركة، وأن تقوم هناك جلسات متعلقة بمساواة بين الجنسين أن تتم بشكل جيد. نعم، هذا الشيء ذكره في يوم البارحة. الآن سأمنح الصوت لخورخ، وخورخ أمنحك الكلمة. مرحبا، مرحبا جميعا، أتمنى أنكم تستطيعون سماعي بشكل جيد. رأيت أن برونا تحدثت قبلي وهذا فاجأني، ولكني سأحاول. أنا لم أتجاوزك في دورك، في دورك. شكرا. أنا خورخي كانسيا، عمل لي الحكومة السويسرية، كنت هنا لسنوات عديدة. بداية أود أن أنضم إلى الجميع في تهنئتكم على نجاح هذا المؤتمر، وأنت أندريت بشكل خاص قمت بعمل رائع. نحن نعلم ما يعني هذا، لأنه كانت لدينا الفرصة لتنظيم IGF قبل 3 سنوات، والآن يبدو أن IGF قد أنضم إلى الكثير من التعليقات المتعلقة بالمستوى المتدني من الشكل التفاعلي للويبينار، لأن ذلك خاصة فيما يتعلق بمشاركة الأصوات الجديدة التي رأيت أنه كان من الصعب المشاركة وأن يتم ملاحظتها ورؤيتها في مثل هذا النوع من المشاركات، ولكن أعتقد أنه يمكننا العمل على ذلك. على المستوى السياسي أعتقد أن تنظيم حدث IGF عبر الإنترنت والدعم الذي تم تقديمه من قبل الحكومة البولندية، على الرغم من أن لقاء IGF تم نقله إلى العام القادم، يرسل رسالة قوية بأن IGF قادرة و على العمل أو التكيف مع مثل هذه الظروف الصعبة. فقط مجرد تنظيم IGF بهذا الشكل الناجح وبهذه المشاركة، وأيضا فيما يتعلق بالمواضيع التي طرحت، لأنه أعتقد أنه نحن كمجتمع IGF وضعنا جائحة COVID-19 عاليا في جدول الأعمال، والمسار البيئي كان جيداً، والعالم الرقمي أيضاً صعد في جدول الأعمال. أعتقد أيضاً أن الابتكار الجديد الرائع الذي تم ذكره هو العملية التي أتاحت لنا الفرصة لسماع آراء مئات وربما آلاف المواطنون العاديين في مختلف دول العالم حول المواضيع الرئيسية المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وأعتقد أنه يمكن لنا تأطير ذلك بشكل مؤسسي وربط المواطنين العاديين بالمسارات الرئيسية لIGF. أعتقد أنه فيما يتعلق بمدى وضوحية العملية، أعتقد أنه هناك المزيد من العمل يمكن القيام به. رأيت مقالة إيكونوميست التي قامت بذكر IGF في الفترة الأخيرة، وهناك الكثير من العمل الذي يمكن القيام به لجسر الهوة الموجودة مع غرف الأخبار أو مع صناع القرار في مختلف المستويات. وأخيراً أود القول بأنه فيما يتعلق ب تكرار الجلسات، أنه يجب علينا العمل على نموذج من
ورشات العمل التي يصمم لها سابقا قبل أن تكون مبنية على نموذج المبادرة الذي هو متبع اليوم. من ناحية الدروس المستفادة على أعتقد أنه رأينا الكثير من عالم آيكان ذكر زملاء ذلك سابقا أن الكثير من الساعات في يوم واحد هو مجهد جدا. وبالتالي أعتقد أنه يمكن أننا التوصل إلى الاستنتاج بأن 4 ساعات في اليوم أو اجتماعان في اليوم هو أكثر من مما يمكن تحمله. وبالتالي أعتقد أن الأكثر هو الأقل. وبالتالي مرة أخرى أتوجه بالشكر وأود أن أنوه إلى نجف جاهزة لأن تكبر وتتطور وأن تتحول إلى منظومة IGF Plus التي تحدثنا عنها، حيث يمكن لنا جميعنا القيام بتطبيق خارطة الطريق كما ذكرت. شكرا. شكرا جزيلا يا هورك، شكرا مجددا على مساهماتك وتعليقاتك الشخصية من طرف الحكومة السويسرية لIGF. وكما تعلم نتعاون كنا نتعاون معا لإقامة الIGF من عام 2017 في جنيفا. ثم لدينا روبرتو على القائمة، فليتفضل. شكرا تشيغتاي وأنيتا، صباح الخير ومساء الخير ونهاركم سعيد. أنا من IGF الفرعه البوليفي المشاركة للمرة الأولى. قبل كل شيء على غرار زملاء الآخرين أهنئكم وأشكركم على إقامة هذا المنتدى الموفق ولكل من ساهموا في ذلك. كذلك أشكر ولا أقول وداعا، ولكن أيضا أودع كل الزملاء الذين ربما شاركوا في المرة الأخيرة وأشكر على مساهماتكم وخبراتكم خبراتهم في الإصدارات الأخيرة. أنا أؤيد وأدعم معظم الأفكار التي قد طرحت من زملائنا الآخرين. روبرتو قام العديد من التعليقات الهامة، كان هناك مشاركة قوية في بعض الجلسات على الشات، وتم تشجيع المشاركين على القيام بذلك، ولذلك التعليقات على الشات كان بمثابة النقاشات المتزاوية والمتزامنة للجلسات، وهذا نفس السبب. وثانيا وبناء على ما ذكر، الفرق الملحوظ ما بين المنتديات التي تقام بشكل مباشر وما بين تلك الافتراضية هي أن في المنتديات العادية نحن لا نتحدث أو نتقاسم بتعليقاتنا إلا مع من يجلس بجوارنا، وهنا نستطيع بشكل افتراضي أن نتقاسم ونتواصل مع كلنا، وهذا تشجيع قوي على المشاركة. فيجب المواصلة بهذا النموذج مستقبلا، ويجب أن نفكر أيضا فيما إذا كان بإمكاننا أيضا في السنة القادمة، يجب أيضا أن نفكر أو نراجع طريقة إقامة تنظيم الجلسات القادمة. وكذلك أشجع الصيغة المباشرة للمنتدى، ولكن يجب أن نعمل على تعزيز التبادل والحوار. شكرا على ملاحظاتي تلك. شكرا روبرتو لتعليقاتك فيما يتعلق بأعضاء ماغ الذين سيغادرون ماغ. أتمنى أنهم يفهمون بأنهم لا يغادرون IGF ولكن هو فقط
تغيير لماك، ونتوقع منهم أن يكونوا نشطين في العملية كما هو مايكل نيلسون الآن على سبيل المثال. لا أرى المزيد من الأيادي المرفوعة ربما قبل أن نأخذ مشاركة لين. هل هناك أحد يود المشاركة؟ جودث نعم تفضلي. نعم مرحبا. لا يمكننا سماعك جودث. نعم شكرا مرة أخرى للتعليقات الرائعة، وكما ذكر زملائي السابقين فيما يتعلق ب فيما يتعلق ب كان من المثير للريبة بعض الشيء أنه كان لدينا يومين، لأنه أحد ما اعتبرهم كجزء من IGF، وهم اعتقدوا أنه سيكون نفس المستوى من الخدمات، وبالتالي كان لديهم كتابة النصوص وبعض الخدمات الأخرى التي لم توجد، وهذا ما أثار الخلط بالنسبة لبعض الأشخاص. أعتقد أيضا أن بعض الأشخاص الذين عرفتهم بأنهم لم يفهموا أنهم كان لديهم الخيار ما بين الاجتماع والويبينار، كان الوقت متأخر للقيام بذلك، وبالتالي كان قمنا بتحويل الجميع إلى مشاركين في الجلسات، وهذا ليس أفضل طريقة. ربما يمكن لنا التفكير بطريقة أخرى لإبلاغ الأشخاص بهذه المعلومة أنه ينبغي عليهم الخيار ما بين المشاركة أو الاستماع. أعتقد أنه لم يعلموا أنه يمكنهم القيام بذلك. أعتقد أنه يجب أن نفكر بطريقة أفضل للقيام ببناء الشبكات، وأعلم أن التكلفة المستخدمة في الاستفادة من بقية المنصات هي السبب، ولكن ربما يمكن القيام بطريقة افتراضية للقيام بهذا. أيضا فيما يتعلق بالتعليق الذي قام به بول، أعتقد أفكر بالربط مع اليوتيوب الذي ربما يمكن القيام به، أن يوتيوب ما نقوم به أنه يتأكدون أنه يقومون بالتأكد من وجود المترجم ومترجم لغة الإشارة. آسفة أعتقد يكون لديه أن يكون هناك وجه شخص في الشاشة حيث يمكن رؤيته في يوتيوب. لا أعتقد أن بول ما ذكره بول فيما يتعلق بترجمة لغة الإشارة لم يكن بالمقدور الاستفادة من ذلك، وبالتالي كان يجب علينا أن نفكر بطريقة أخرى. أيضا أحدهم قال قبل ذلك بأن السبب أساسي بأنه كان لدينا جدول الأعمال هذا فيما يتعلق بمقاطعة جلسات زوم على يوتيوب، أن لم يكن هناك سبب لوضع اليوتيوب في جلسات الأمن، بالتالي يمكن مايك قال ذلك أن هذه الطريقة يمكن للأشخاص رؤية ما هي البرامج. ونعم أنه إذا أردت المشاركة فإنه ينبغي عليه التسجيل، وإذا كان لديك ذلك لأن الأشخاص الموجودون على يوتيوب هم إضافيون. ونعم هناك الإمكانية مقاطعة جلسات زوم على اليوتيوب، ولكنها لا تحدث، ممكنة ولكنها لا تحدث. نعم أعتقد أن بعض الأحداث في المحادثة بعض الأشخاص في المحادثة قالوا بأن ذلك محدود لعدد الأشخاص،
وربما أيضا تكلفة أكبر. والسؤال هو أين يمكن لنا أن نستغل الأموال المتاحة لنا بأفضل وسيلة؟ نستثمرها في النصوص المكتوبة أم في بعض أنظمة بناء الشبكات الأخرى؟ وهو سؤال أين يمكن لك أن تستثمر الأموال المتاحة لك بشكل أفضل؟ وفيما يتعلق على سبيل المثال بترجمة لغة الإشارة التي استعملت تكون استعمال اللغة العالمية والتي كانت تكلفتها مضاعفة فيما يتعلق بترجمة للغة الإشارة المحلية. وبالتالي هي مشاركات متنوعة، وهذا كان رائعا. هذا فيما يتعلق بتعليقاتي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا جوديث، أعتقد أنك قد يعني اختصرت معظم الأعمال التي نقوم بها في الأمانة العامة. هنا لدينا ميزانية محدودة وأعمال كثيرة، والسؤال هو أين نستثمر الأموال بأفضل طريقة، وهذه عملية مستمرة. ولكننا بالفعل نقوم بأخذ احتياجات الأشخاص المعاقين بشكل جدي، وتعلمين بأننا كان لدينا تعاون رائع مع منظمة ديكاد، وسنستمر بالعمل بذلك. سنقوم بإصلاح ما يتعلق بلغة الإشارة، وأتمنى أنه إذا كان لدينا ترجمة إلى لغة الإشارة في العام القادم، حتى لو كانت هذه جلسات شخصية أو هجينة، سيكون بمقدورنا القيام بذلك. نحن منظمة تتعلم ونستمر بالتعلم من أخطائنا. أود التعليق فقط على اليوم الصفر. عندما انتقلنا إلى مكان الحدث كان تمت استضافته في دولة كان ينبغي لها أن تكون الغرف جاهزة قبل يومين من هذا الحدث من الاجتماع، والأشياء كانت موجودة في هذه القاعات، ولكن كان لا يزال يتم تجربة الشبكة، وتم اتخاذ قرار بأنه عوضاً عن إهدار هذه الفرصة لهذه الموارد المتاحة لمدة يومين، فقد قررنا أن يتم الاستفادة منها من قبل أشخاص آخرين. لذلك كان لدينا جلسة الشبكة وبناء الشبكات الأكاديمية، وبالتالي بعض الجلسات ربما لم تتبع متطلبات IGF بشكل دقيق، ولكن لذلك نحن قمنا بتسجيل هذه الجلسات. ولكن هذه الجلسات بالطبع كان ينبغي لها أن تكون متعلقة بعمل IGF، وبالتالي ربما لاحظتم بأن متطلبات الجلسات ليست عالية جدا كما هي في الحال في بقية الجلسات المفتوحة مثلا. ونحن لا نود أن نؤكد مرة أخرى، نحن لا نضمن أي شيء، نحن لا نضمن الشبكة، نحن لا نضمن البث الحي، لا نضمن أيضا النص المكتوب. على الرغم من أن إنه إذا كان فريق IGF هناك موجودا وقد وصل قبل 3 أيام من الحدث، فإننا نقوم بالاستفادة منهم. بالطبع عبر الإنترنت الأمر مختلف قليلا، لأنه لا يوجد وقت يتم إهداره كما هو في الأحوال العادية، وبالتالي لا يوجد هناك قرارات يتم اتخاذها فيما يتعلق به. إن كان هناك تكاليف يتم استثمارها في النص المكتوب، وبالتالي هناك خدمات يتم نقوم بالدفع مقابلها، ولكن لا يتم الاستفادة منها إن كان لم يكن الفريق متوفرا هناك. بالطبع يجب أن ننظر، أن نعيد النظر في اليوم صفر وما يمكن القيام به في هذا المجال. هذا فقط فيما يتعلق ما أود ذكره للتاريخ فيما يتعلق بما كان ينبغي علينا التعامل معه في اليوم صفر. أعتقد أن ماركو هو كان الشخص التالي. تفضل ماركو. نهاركم سعيد.
لدي بعض التعليقات. يجب أن نعمل ضمن هذه التقييدات أو مع هذه العوائق الفنية، ويجب أن نكون واعين حول ذلك. ليس كل واحد لديه مثل هذه الامتيازات. والنقطة التي أود لفت انتباهكم إليها، إنني أقدر تقديرا عاليا عمل هذه الجلسات، وخاصة في ضمن المجموعات الأصغر حجما، عمل التحالفات الديناميكية، وهذا جيد أنه تم المساهمة من هؤلاء الأشخاص. و ما من المساوئ لهذه الجلسات أنه لا تعلم صراحة من يكون من المشاركين الآخرين في نفس الجلسات، في منتديات المباشرة كان هناك أشخاص وكنا نرى أوجههم في نفس الصالة، أما بشكل الافتراضي كان ذلك مستحيلا. شكرا يا ماركو على هذه المداخلة. شكرا يا ماركو على هذه المداخلة. أسف إن لم أقول ذلك حسب الترتيب الصحيح، ولكن هناك أبي دال كيجال في الشخص التالي في القائمة، ثم موريسيه، وثم فيرونيك. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. قبل كل شيء أنا فخور وبكل شرف أشكر وأهنئ المنظمين لهذا الحدث الأول من نوعه والفريد من نوعه بشكل افتراضي. وكما أود أن أقول إنكم تدعمون الدول النامية، ونحن نقدر هذه المساعدة تقديرا عاليا فيما يخص المناطق الزمنية الأوروبية. التوقيت الأوروبي مناسب لنا، نرى بعض المشاكل مع الأجندة والجدول الجلسات، وأيضا التحرك فيما بين الجلسات. هناك تغذية راجعة من المجتمعات، أيضا هناك آلية التحقق في تسجيل الدخول تكون مزدوجة، ولكن هي كانت معقدة. نقر الأزرار وتسجيل الدخول كان صعبا على بعض الأشخاص. وشكرا على منصة، كان هناك منصة المترجمين. لدينا هنا في تشات هناك من يستخدمون اللغة الفرنسية، بعض الجلسات كانت باللغة الفرنسية وكان الترجمة إلى اللغات الإسبانية والإنجليزية بشكل ناجح. وأثناء الجلسات الأخرى كانت هناك أيضا خدمات الترجمة متاحة، فالصيغة كانت بسيطة ومفهومة سهلة الفهم للجميع. وشكرا لأمانة منتدى حكومة الإنترنت ولماج على تنظيم هذا الحدث الموفق. والآن أوليفير، لأن الوقت ضيق. الشخص التالي هو موريسيا، أتمنى أنني قلت اسمها بشكل صحيح. نعم، شكرا، ذكرت اسمي بشكل رائع، مرحبا بالجميع. إذن لدي طفل حديث الولادة، ربما سأضطر للذهاب إليه، معذرة إن قمت بذلك. أود فقط التذكير فيما يتعلق بالوصول إلى هدف الشمولية، وأيضا تحسين طريق هدف IGF. يجب التذكير على IGF، على سبيل المثال أن الكثير من الأشخاص لم يقوموا باستكمال حساباتهم الشخصية. إذا كان هناك
نقص في هذه البيانات لدي حل لذلك؟ فإن هناك تحالف الشباب لحوكمة الإنترنت، ولدينا سفراء الشباب الذين يشاركون في IGF في كل عام، ونحن مجموعات منفتحة ومفتوحة، ونحن سعداء للمشاركة بالجلسات الرئيسية، لدينا الكثير للمشاركة به للقيام بذلك، ويمكننا تحسين التنوع في IGF. شكرا، هذا ما قوله. نعم شكرا، هذا يأخذ مكانة عالية في جدول أعمالنا، واستغرقنا ذلك في جدول أعمال IGF، وأيضا ينبغي تمثيلهم في الجلسات الأخرى. نعم، متعلق بأشخاص الموارد. نعم، هذه فكرة جيدة. فيرونيكا تفضلي، رجاء أن اختصري ما تريدين قوله. نعم شكرا، وددت القفز إلى ما قالته موريسيا قبل قليل فيما يتعلق بمشاركة الشباب في IGF، وخاصة كشاب أو كشابة يجب أن نكون متحضرون لIGF. كان صفت بخيبة أمل، لأن كثير من الجلسات التي قمت بالمشاركة فيها لم يكن فيها تمثيل الشباب بالشكل الواجب. ربما كما قالت موريسيا أنه يجب أن يتم مشاركة الشباب في الجلسات العامة، لأن معظمنا هم خبراء شباب في مجالات معينة، والعديد من أصحاب المصلحة يعلمون ذلك ويعلمون كيف نحن نعمل. شكرا لكم. سوري أوليفير، الكلمة الأخيرة لك، تفضل. شكرا جزيلا، سأتحدث عن شيء واحد فيما يتعلق باسم مدير جيمز وشنتقاي. أود ذكرك، شكرك بشكل خاص فيما يتعلق بتنظيم هذا، خاصة بأن التكنولوجيا هو شيء يصعب تنسيقه الكثير من الأشخاص من مختلف دول العالم، وأنا بالفعل أتمنى أن التكنولوجيا ستتطور في الأشهر 12 القادمة لتكون بمستوى يتم التغلب به على جميع الصعوبات فيما يتعلق بمجتمعنا في مؤتمر IGF القادم. شكرا مرة أخرى، وشكرا لكم وكل ما ورد في المرات السابقة. شكرا أوليفير، في العام القادم إن شاء الله. نعم، هذا يجلبنا إلى نهاية جلسة الميكروفون المفتوح. شكرا لكم جميعا لمدخلاتكم، قمنا بتسجيلها وتدوينها جميعا، سنقوم بمراجعة ذلك وتدوين كل ذلك. نحن أيضا نقوم بالمحادثة الرئيسية المتعلقة بالمدخلات، خاصة فيما يتعلق بالحكومات، لأنها تفضل دائما أن تحصل على مدخلات مكتوبة، وبالتالي سنقوم بنشر ذلك على موقع الإنترنت، وسننحهم الوقت لإرسال هذه المدخلات المكتوبة أو المدونة. بالنظر قدوما إلى السنة القادمة أيضا فيما يتعلق بالمدخلات المكتوبة، سنقوم أيضا بنشر دعوة أو طلب لجلسة 2021. كما تعلمون جميعكم فنحن سنذهب، من المخطط لها أن تكون في بولندا، والتاريخ هو ما بين 6 و10 من ديسمبر العام القادم، وبالتالي لدينا سنة كاملة
للتخطيط لهذا الحدث بشكل جيد. لدينا أيضا ماجا جديد الذي تم الإعلان عنه والذي سيتم متابعته. نخطط أيضا نستضيف الاستشارات المفتوحة لماك في نهاية شهر فبراير، لأننا نود أن تكون لدينا هذه المدخلات التي ذكرتها الافتراضية منها والمكتوبة، حيث ستقوم السكرتارية بصياغتها وإرسالها، أو سيكون لدينا الاستشارات المفتوحة واجتماعات ماك. لسوء الحظ وفقا للحالة الراهنة ليس لدينا أي فرصة أو لن يكون لدينا أي فرصة للقاء شخصيا، وبالتالي أعتقد أن هذه رغبتي الخاصة حاليا هي نقوم بإعادة زيارة الأشخاص إن كان لدينا لقاءات شخصية من بعد شهر يونيو العام القادم، ولكن نخطط لبقية الاجتماعات أيضا أن تكون افتراضية. أيضا أندريت، سأمنحها الكلمة سريعا لأي كلمات نهائية. أندريت تفضلي. لماذا لا يعمل زر إلغاء الصمت؟ نعم، فيما يتعلق بالاجتماعات إن كانت شخصية أو افتراضية، أود شكر الجميع مرة أخرى، الأمانة العامة والجهود التي بذلت. إن كان هناك الجميع في هذه المكالمة الآن أم لا، ولكن أود أن أشكر الجميع لأن كان لديهم الواجب المضاعف للقيام بالاجتماعات الافتراضية، وأيضا أن يلعبوا دور المنظمة الرائدة والقائدة لهذه الحدث يونديسا، وكل من قدم الدعم لآي جي إف، وشكر خاص لأعضاء ماغ. الكثير من أعضاء ماغ وصلوا إلى نهاية هذا الحدث، وشكرهم على مساهماتهم وعلى شرعيتهم، فقد منحوا الشرعية لهذه الإجراءات والوثائق وجميع المنشورات التي ستقوم أعضاء ماغ. مرحبا بكم جميعا، وكما رأيتم مجتمع IGF يراقبوننا، يمنحوننا التغذية الراجعة ويقدمون الدعم الرائع لنا. أتطلع قدما للعمل معكم جميعا في منتدى IGF العام القادم في بولندا، وبالتالي شكرا جزيلا أيضا لهم لحضورهم معنا في هذا العام وكل ما سيقومون به في العام القادم. هذا كل ما ودت قوله، شكرا لكم. نعم، شكرا جزيلا وللمشاركين، وهذا ما يجعل هذا المنتدى رائعا.